كشف نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل الجمعة 28 أكتوبر 2022 آخر تطورات حالة شيرين الصحية، وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، قال إن شيرين في حالة استشفاء حاليا، ومدير أعمالها ميمي فؤاد هو من يطمئنه دائما عليها، وأضاف أن ميمي تحدث مع شيرين شخصيا في مكالمة هاتفية استغرقت دقيقة واحدة فقط، إلا أنه لفت إلى أنها سألت فيها عنه، وطلبت من مدير أعمالها ميمي أن يرسل له باقة ورد كتهنئة، وأردف: وصل لي أغلى بوكيه ورد خلال الفترة الأخيرة، أنا بشكرها وبقول لها يا رب تقومي بألف سلامة ونقابلك كلنا بالورود. انتشر الفيديو اللي احنا هنشوفه دلوقتي في الساعات الأخيرة الماضية بسرعة البرق، وظهرت فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب بجانب زوجها السابق حسام حبيب، الأمر الذي صدم الجمهور، وتفاجأ الجميع من حديث حسام مع شيرين وكيف احتضنته. هنشوف الفيديو دلوقتي وبعد كده نعلق عليه. الو، الو، ايه رايكم فينا؟ حلوين صح؟ سلام عليكم. اوكي صح، بس بقى خلاص روح انتوا عشان انا عايز. وتساءل الجمهور: هل عادت المياه الى مجاريها وانتهت المشاكل بينهم بعد الفيديو ده هوت؟ وبالبحث عن اصل هذا الفيديو وهل هو في المستشفى ولا لا، تبين انه قديم قبل موضوع دخول شيرين المستشفى بحوالي 3 شهور تقريبا. وكان قد نشر حسام حبيب في أواخر شهر يونيو هذا الفيديو، وكان للرد حول علاقته مع شيرين عبد الوهاب، ولكن قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإعادة تداوله بكثرة في الوقت الحالي. ومن ناحية أخرى، كشف مصدر طبي من داخل المستشفى الذي تعالج فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب أن حالتها الصحية بدأت في التحسن، وأنها تواظب على الصلاة وممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي. وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع لها أن إدارة المستشفى منعت شيرين من التواصل مع أي شخص باستثناء مدير أعمالها الذي يطمئنها على صحة ابنتيها وأفراد أسرتها، ويؤكد لها دعم جمهورها المستمر، لافتا إلى أن شيرين تخضع لجلسات علاج يومية واختبارات نفسية شبه يومية للوقوف على آخر مستجدات حالتها الصحية. ومن ناحية أخرى، أثارت سيارة شيرين عبد الوهاب التي عداها حسام حبيب الجدل، حيث تساءل الجمهور عن مميزاتها ونوعها بعد أن عرفوا أن سعرها يقارب 3 مليون جنيه، حيث تأتي سيارة مرسيدس اس كلاس 2021 بمحرك أساسي توربيني سداسي الاسطوانات سعة 3 لتر مزود بمولد بدء التشغيل. ولعلمكم، المصابيح الأمامية الفوانيس اللي هي قدام ديت، عارفين سعرها كام؟ سعرها بيصل إلى حوالي 40,000 جنيه. وتساءل الكثيرون عن ثروة الفنانة شيرين عبد الوهاب الآن بعد أن تفاجأ الجمهور بسعر سيارتها. قال والد حسام حبيب أن شيرين لم تكن تملك سوى 2,000,000 جنيه مصري، يعني حوالي 100,000 دولار أمريكي، لما اتجوزها نجله حسام حبيب، لكن ثروتها بلغت 100,000,000 جنيه مصري، أي ما يزيد على 5 مليون دولار حين طلاقه منها. ده حسب كلام حسام حبيب. انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات. الجدير بالذكر أن شيرين عبد الوهاب تتعرض للعلاج حاليا في المستشفى بسبب حالتها النفسية السيئة. صحيح مفيش حد مرتاح حتى لو عنده فلوس الدنيا كلها، كل الناس عندها مشاكل حتى أغنى الأغنياء. كشفت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية تطورات الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب، وقالت: شيرين عبد الوهاب بدأت تتعافى ولكن العلاج سيطول، وأستبعد ما نشر في أحد المواقع المصرية أنها تتمنى العودة إلى طليقها السابق حسام حبيب، وأنها تدعو في صلاتها
لذلك وفجرت نضال الأحمدية مفاجأة من خلال صدى البلد، إذ قالت شيرين عبد الوهاب ليست هي المسؤولة عن صفحتها الرسمية على الفيسبوك، بل حسام حبيب هو من يقوم بالإجراءات التي تحدث على هذا الحساب خلال الفترة الماضية. لم تكد تمضي 24 ساعة على تداول أخبار حذف الفنانة شيرين عبد الوهاب لكل متابعيها على الفيسبوك والإبقاء على حسام حبيب، حتى عادت لتثير علامات الاستفهام والجدل من جديد بعد حذفها متابعة طليقها من حسابها. ورغم تأكيد جميع من حول شيرين أنها موجودة في المستشفى وغير مسموح لها التواصل مع جمهورها أو عائلتها من خلال الهاتف أو أي وسيلة تواصل، إلا أن صفحتها على الفيسبوك تظهر بين الحين والآخر نشاطا، مما جعل الجمهور في حيرة بينما إذا كانت فعلا هي ممنوعة من التواصل مع الجمهور أو أن من يتابع نشاطها على الفيسبوك شخص آخر ومعاه الباسورد طبعا. وتعالوا نشوف بقى صور من فيلا شيرين عبد الوهاب الجميلة. طبعا كان في مواقع كتير نشرت الصور ديت، منها موقع الجميلة وموقع عائلتي، والصور ديت على مسؤوليتهم بالطبع. نيجي للصور اللي نشرتها عائلتي. دي الفيلا من الخارج، حاجة فخمة جدا، ودي أوضة نوم البنات، وده انتريه مودرن، سلم حلزوني، وده مكتبة فخمة جدا، ودي أوضة نوم شيرين. دي الصور نشرتها عائلتي، وإن كنت أنا بشك فيها، لكن الأقرب بقى الصور اللي احنا هنشوفها بتاعت الجميلة، موقع الجميلة. ادي شيرين قاعد على ترابيزة السفرة، وادي البيانو بتاعها طبعا، برضو بيت فخم جدا، وحتى البيبان ليها ذوق وديكور. وادي هنا تورته حوالي 1.50 متر ولا حاجة، عيد ميلادها الظاهر، وهنا مع اخوها محمد، وصورة وراها، وادي بناتها الحلوين، ربنا يخليهم ليها يخليها ليهم. ومن ناحية أخرى، تعهدت الممثلة ليلى علوي برعاية مريم وهنا، ونشرت ليلى علوي صورة شيرين عبر انستجرام، ووجهت لها في التعليق رسالة دعم ومحبة، قالت فيها: حبك في قلوبنا بقى أكبر، وبقيتي أغلى وأغلى، وحبنا اللي بيكبر هو اللي هيخليكي أقوى وترجعي أحسن كمان من الأول. أنا واثقة جدا من ده، لحد ما تقومي من محنتك، ومن بعدها كمان بناتك على راسنا، وعيلتي هي عيلتك، بنحبك قوي. يذكر ان مصادر مقربه من شيرين اكدت ان ابنتيها مريم وهنا تم تسليمهما الى والدهما الموزع الموسيقي المعروف محمد مصطفى ليتكفل برعايتهما تلبيه لرغبته، خصوصا ان والده شيرين وشقيقتها ايمان يواظبان على زيارتها في المصحة النفسية الموجودة بها. عاد الجدل مرة أخرى حول الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد قيام رجل الأعمال فرج عامر الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 بنشر الصورة ديت ليها عبر حسابه الرسمي، مؤكدا خبر يفيد بسفر شيرين عبد الوهاب لألمانيا لاستكمال العلاج تحت رعاية الدولة. لكن قام ياسر قنطوش محامي شيرين بنفي ذلك تماما في تصريحات صحفية، معلقا: كلام الحج فرج مش مظبوط، وهي حاليا في مصر. وعن حالتها الصحية قال ان شيرين بصحة جيدة وحالتها في تحسن دائم، حيث تتواجد حاليا في احدى المستشفيات بمصر الجديدة من اجل تلقي العلاج المناسب بعد قيام شقيقها محمد بإيداعها فيها بالاستعانة بلجنة طبية من المستشفى. ربنا يشفيها وما بالسلامة.